جبنا واحد اسمه احمد طفل، والطفل ده عنده كانسر تقريبا نهائي، وحطيناه قدام الكاميرا وقال انا اسمي احمد وعندي سرطان، هتساعدني؟ كلمة سرطان ما كانتش بتتقال، لان كلمة قوية وما زالت قوية لليوم ده. وانا الحقيقة اصريت، ما قلتش ان انا عندي مرض خبيث، ما قلتش ان انا عندي كانسر، لا قلت سرطان. هتساعدني؟ هتقدر تعمل كذا؟ وكان اعلان قوي ومؤثر، وخلى الناس ان هي تحط ايدها بجيبها وتتبرع على وكان من اول اعلان يجيب ملايين من الجنيهات لهذه المستشفى. وبعد كده ربنا اراد ان هو يشفيه. احمد فين دلوقتي؟ عايش عادي جدا. بيزورك؟ ناديت من فضلكم.